تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم بعد غليل إلى لندن، حيث المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد الإسباني ونظيره بروسيا دورتموند الألماني، ويتواجد العديد من المشجعين حاليا في الحدث الأبرز في عالم كرة القدم. وحول هذا نتابع وإياكم الرسالة التالية. الملكي الأسباني ريال مدريد يسير في طريق ويمبلي نحو مواصلة الأرقام القياسية، ليس فقط سلسلة الانتصارات القوية واللاهزيمة بالفوز في 8 والتعادل في 4، وهي المرة الأولى في تاريخه التي يصل فيها للنهائي بدون هزيمة، بل أيضا على موعد لإضافة البطولة 15 له في سجل دور أبطال أوروبا والانفراد بالرقم القياسي على مستوى القارة والعالم، حيث أدى لاعب الفريق تدريبهم على ملعب ويمبلي تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي. جماهير الفريق زحفت خلفه وملأت شوارع العاصمة لندن حاملة الأعلام والآمال. فريق ريال مدريد إسباني لكنه يحظى بسمعة عالمية وتشجيع من كافة دول العالم، وأنا من مدينة صغيرة تسمى بيار، وهي مدينة بناها العرب تعني آبار المياه، وهؤلاء زملائي أتينا لتشجيع ريال مدريد، وأنا سعيد بتشجيع العديد من الكويتيين والعرب لريال مدريد. بالطبع لكل شخص حق الاختيار، لكن من يحب السعادة يختار ريال مدريد. فيما يسعى بروسيا دورتموند لمواصلة المفاجآت والأداء القوي له هذا العام، حيث لقي هزيمة واحدة وتعادل في 3 وفاز في 7 مباريات، محققا سلسلة من المفاجآت بالإطاحة بالفرنسي باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، وهو طريق صعب مما دعا جماهير الفريق للزحف خلفه في لندن آملة في مواصلة الأداء القوي والعودة مع الفريق بذات الأذنين. لدينا فرصة كبيرة للفوز وكل فريق لديه 50%، وهذه المرة الجميع يعمل من أجل مصلحة النادي، ونحن هنا للتشجيع ونؤمن بفرصتنا في الفوز. فزنا باللقب آخر مرة عام 1997، وهذا هو الوقت الذي يجب أن نفوز به على صاحب الرقم القياسي ريال مدريد، واليوم سيكون لنا. ساعة ما يتحدث بعدها ما إذا كان ريال مدريد سيضيف بطولة أخرى إلى سجله التاريخي أم تذهب البطولة إلى بروسيا دورتموند في ألمانيا. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت، لندن.